ده لحم حمير، ما دام الكمية دي نازلة يبقى حمير. حمير ايه يا حمار انت؟ ده ماكس جريل. كمان خنزير ياما. انت عبيط يلا؟ يلا كلوا بالهنا والشفا، انتوا ما اكلتوش من الصبح. طب معاكي فلوس ياما ولا هنتضرب بالحزيمة النهاردة؟ معايا ما تخافوش. معايا فلوس الأجزخانة اللي بتنقطني بيهم كل شوية اللي ما تتسمى. بركة. لا صحيح ياما. هي مش الفلوس دي ياما اللي كنت هتجيبي بيها الغسالة الشهر الجاي؟ خلاص صرفت نظر. أصل الكهرباء عمالة تزيد كل شوية. فقلت انتوا تاكلوا لحمة أو لما الغسالة تاكل كهرباء. عيني العقل ياما والله. هات بقى. هات لحسن والله العظيم شمم الريحة. دماغي ضربت. بقول لكم ايه؟ انا عايزه احس ان انا ما ربيتكوش غلط، ها؟ عشان ما تعايرنيش بيكوا كل شويه ثانيه المخفيه. عايزاكوا بقى تتجدعنوا كده وتعتمدوا على نفسكوا وتشدوا حيلكوا وتشوفوا لكم شغلانه بقى. انا عايزه اطمن عليكوا يا حبايبي. انا مش قاعده لكم في الدنيا. ما تهمدي ياما بقى في مكان بقى، انت مسافره رايحه فين؟ امال هتقعدي فين لما مش هتقعدي في الدنيا؟ ايه يا ولد؟ هو انا هخلل فيها؟ ما كلنا هنموت. العمار بيد الله ياما. انت مش عارفه ممكن الواحد يبقى ايه بعد كده، يمكن تخش في جسم حد تاني زي فيلم سهر الليالي. الله يرحمك يابا، مت وما سبتناش لا ابيض ولا اسود، وسبت لي اخ معطلني. انا عارف ان انا عندي شويه مشاكل، بس برضو ده ما يمنعش ان ابوك عمل حاجه حلوه لما اتجوز امك. أمك ست عظيمة تستاهل الدنيا كلها تحت رجليها. كان نفسي يبقى معانا فلوس التذاكر عشان نتصور مع عفاء ونرفع راسها. آه، ونحرق دم عمتك البومة دي اللي فرحانة بصور ابنها حسونة قوي. احنا ممكن يبقى معانا فلوس يا ازاي؟ بالشغل. احنا ننزل نشتغل أي حاجة، إن شاء الله نبيع شامبو في الإشارات. في الإشارات؟ اسمع الكلام اللي هقوله لك ده يا صاحبي كويس. أنا عشت كتير على الأرض، شفت حاجات لا يمكن تتخيلها، شفت الخير وشفت الشر، شفت الشروق وشفت كمان الغروب، شفت القصب وهو بيتعسر، وشفت البطاطس وهي بتتقلي، شفت البيض وهو بيتسلق. انا رحت اسكندريه مرتين. ياه، ده انت طلعت جبل يا جدع. عشان كده عايزك تتعلم مني يا بركه. يلا بينا، يلا ننزل دلوقتي. ايوه بس دلوقتي الدنيا ليل ولسه مفيش شغل، وبعدين انا عايز انام. انت بارد يالا؟ بقول لك الست زعلانه جوه ولازم ننزل انا لا يمكن يغمض لي جفني الا لما ارفع راس امك دي. اوعى. انت هتعمل ايه؟ صحيني بعد ساعه. خد بالك الجهاز قاري عندي ان الملعب ده كله الغام. ملعب كوره يا ابني؟ يا شباب كابتني عايزكم تخططوا لي قلب الملعب ده. شنكاي ايه يا ابني؟ ايوه والنبي بعدين لما تخلص عشان عايز اتوضى. والنبي بعدين تعالى خد انجز قبل ما ارد. اه عملت زي ما الراجل قال بالظبط، قلب الملعب. الكابتن جاي اهو، ناخد الفلوس ونمشي. انا هبلغه. الله اكبر يا كابتن، على وراكك باين ان هي نضجت قوي. الله اكبر. الله الله الله، ايه الجمال ده؟ ايه الابداع ده؟ رسمته قلب. اه ناقص لنا ضحك على الشبابيك، هظبطها لك انا بس في السيف. مش انت قلت يا كابتن وركه؟ يا وركه كابتن وركه اوف. عايز اتعب وعوف، عايز 2 شاورما فراخ و3 لحمه. تكرم عيونك خيي، والله لا اعطيك شاورما هتاكل تمك بعديها. وين الخبز؟ ليش عم تصرخ علي امام الزباين؟ مالك ونا؟ اكشو تتكلموا على سوري؟ محل شاورما سوري، هنتكلم ايه؟ سعيدي؟ ايه ده انتوا مصريين مش سوريين؟ اوتوم انت مالكش دعوه بدل ما نحطك على سيخ الشاورما. طب يلا ماشي. اوعى يا عم. حد الله، انا مش هشتغل تاني، انا ما اتخلقتش للمرمطه. انا لو اشتغلت يا ابن عمي هبتدي مدير. ماشي، لميت كام يا مدير؟ استنى اما اعد. معلش لخبطت، ممكن اعد تاني؟ اتفضل. معلش معلش اتلخبطت. ما عشان انت عامل لي فيها محمد منير وانت بتعد مش هتعد صح. عد عادي واديني. هما تقريبا 120 جنيه، انت لميت كام؟ 12 ونص. ده الظهر ده ولا الساعة ولا انت خارج ولا ايه قصتك؟ ايه الرقم ده؟ 12 جنيه ونص. لميت 12 جنيه ونص بس؟ ده انت لو اشتغلت، ده انت لو ما اشتغلتش كنت لميت اكتر. انا مصاريفي كتير يا عم. مصاريف ايه يا اخي؟
يا التذاكر كانت بكام؟ 500 جنيه. يا نهار اسود، ده بعيد قوي، مفيش امل. كان نفسي امك تفرح بس الظاهر ربنا مش رايد لها الفرح. هات مطوتك. صح، انت اللي زيك لازم ينتحر، حتى شعرك يرتاح. هتعمل ايه؟ يا ابن الجاكيت يا ابن المجنون، امك هتنفخنا. ايه دول؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ جبتهم من ايه؟ شايلهم لوقت عوزة. ما قلتش من الاول. مش الوقت اللي احنا فيه ده وقت عوزة يا اخي. ايه العظمة دي يا ربنا يخليك. انت كل ما ده بتثبت لي ان انا حمار.